لمن التحق بنا فبمن عباس الشهيد والديه الله، فهذه المقابله تجمع بين فريق شابات امل وزان وفريق الاتحاد الرياضي لميدلز في اطار البطوله الوطنيه لكره القدم النسويه قسم وطني الثاني اناث شطر الشمال الدوره 15 موسم 2021. دائما تفوق فريق شابات امل وزان بهدف مقابل لا شيء. كما قلنا هذه فرصه رشيده الحسناوي كتمرر عند اللاعب رقم ثلاثه، ربما غادي يكون جديد في المحاوله، ولكن اللاعبه حكم كيعلن ضربه خطا. بالفعل الحكم كيعلن ضربه خطا لفريق شبات امل وزان اللي كانوا في الشوط الاول في المستوى، في الشوط الثاني فرق الاتحاد الرياضي عازم باش يجي الهدف التعادل. وللتذكير ب تشكيله الفريقين، فريق امل وزان حارسه رقم 12 سكينه بن مريم، الاحتياطي الحارسه السعوديه فرحو رقم 7 أميمة بن مريم رقم 14 دعاء، رقم 14 دعاء توزاني رقم 23 رومير غزلان رقم 19 قمر شيضمي ورقم 21 وصال الشاشي رقم 4 هناد بن قدة ورقم 11 صفاء تدهينة رقم 2 نجاة مجال رقم 13 حنان الحرار رقم 17 رقم 16 عبير السن ورقم 9 ورق خديجة الاحتياط سارة الرفاعي رقم 15 ونادي الاحمر رقم 8 والمدرب عمر بعلية. على التذكير بان النمر 15 دخلت للمدرب. نعم دخلت الشوط الثاني. اما فريق الاتحاد الرياضي لميدلز التشكيله اللي دخل بها القدر موسى على الشكل التالي: رقم 9 مناقصو، رقم 8 سناء وبرم، رقم 10 شيماء الوعي، ورقم 6 رشيد الحسناوي، رقم 5 وصال مزاوي، رقم 4 نهيلة النجا، ورقم 3 فرج حمدان حماني، رقم 2 أميمة خرفو، رقم 16 نزهة حيدة، ورقم 15 فدواء عيسى، رقم 7 فاطمة الزرزيرة، رقم 20 أسماء بلخو، وفي الاحتياط رقم 11 صفاء بن زكريا الاحتياط، رقم 19 مريم الفيكا، رقم 13 سيما العسيرة، رقم 2 زهراء أبزاز، ورقم 1 أسماء بهاوي هي الحارسة، ورقم 17 خديجة الدرغيلي والمدرب عبد القادر موسى. اذا دائما الكره عند سناء اوبرام مناقصه، مازال ما شفناش شي محاوله في هذه اللحظات مناقصه كتسقط على ارضيه الملعب، كتمشي عند مناقصه ربما دف، ولكن الحارسه متيقظه لهذه المحاولات، متميزه الحارسه ديال شباب سكينة بن مريم شباب امل وزان. اما الهدف فقد سجلته اللاعبه سارة الرفاعي في الجوله الاولى لفريق شابات امل وزان. كنلاحظوا فريق الاتحاد الرياضي لميدلز يقوم بحملات متكرره من الجمهور، ربما كتسقط على ارضيه الملعب، ربما الحكم المساعد ما لاحظش على الاحتكاك اللي وقع لفاطمة الزهراء، وبالتالي يمر بكمال المقابلة والهجمة. لعبة متميزة كتمرر بذكاء خطير هذه المحاولة، والهدف الثاني بالفعل هدف ثاني لفريق شبات أمل وزان، والمسجلة لاعب رقم جمهور صايم، جمهور الميدالتي يشجع فريق الخصم. هذا هو الواقع. لا ما لا ما لا 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 ولاد ميدالتي راس عزيز زعما وزن غادي يجيو لهنا ولاد ميدالتي بعيد عليهم الحال. المهم الهدف الثاني جيل على طرف نمر 16 نعم اخ سلمى ذكرت الاستاذ الثاني زاحده
لا ما 16 عبير السون. عبير السون عبير السون لاعب عبير السون. إذن عبير السون لاعب رقم 16 عبير السون هي اللي سجلت هدف الثاني لفريق وزان. قاعدة كتقول إلا كتضيع كتستقبل، وهادشي اللي وقع للفريق الاتحاد الرياضي ميدلز ملي بدا الجولة الثانية ضيعوا ثلاثة المحاولات ولا أربعة. إذن فريق الخصم رجع في المقابلة وسجل هدف الاطمئنان اللي هو هدف الثاني، وبالتالي سمح النتيجة هدفين مقابل لا شيء لفريق أمل ثبت أمل وزان لميدلز. ثبت أمل وزان لي ضد فريق الاتحاد الرياضي ميدلز. دائما عميد هذا الفريق في الرواق الأيمن اللاعب رقم 14 سناء أوبرم كتدخل كتبعد الكرة مناقصتو مازال ما شفناهاش لحقاش ما كيوصلهاش كواري بزاف هزمة، ولكن تسلل من طرف المساعدة الحكمة قنفودي محمد، وبالتالي القرار الأخير كيرجع لحكم الوسط مزرعة محمد. اللي تذكر فقط الحكم من جهة الشرق وجدة، ويتعلق الأمر بحكم الوسط مزرعة محمد، حكم المساعد الأول هدى جقلاوي، والحكمة المساعدة الثانية قنفودي، والحكم المساعد الثاني قنفودي محمد. الكرة عند فريق الاتحاد الرياضي ميدلز في وسط الميدان، وبالتالي كتعطيها لحقاش هذاك الشيء اللي غادي دير ملي عطلتيها داك الشيء اللي وقع تاخر. كنلاحظوا الفريق ديال الاتحاد الرياضي ميدلز كيتاخر في تمرير الكرة، وبالتالي داك الشيء كيتسبب له باخطاء مناقصه ربما غادي تكون مناقصه، ولكن الحارسة متيقظة الحارسة متيقظة الحارسة. أوي الحكم كيعلن على ضربة خطأ، الحكم كيعلن على ضربة خطأ. لحقاش الحارسة ديال شابة أمل وزان بغات تراوغ داخل منطقة الجزاء، ولكن عاود المساعد الحكم شاف أن فاطمة الزهراء ارتكبت خطا ضد الحارسه، وبالتالي في الرايه ديالو في المعترك. اذا خطا لصالح الحارسه ديال الفريق شابات امل وزان. حارسه سكينه بالمريم، وبالتالي خمسه، وبالتالي كتمثل المدافعة الخطأ كينشان، كتمثل الكرة في وسط الميدان اللي كيتواجدوا فيه اللاعبات ديال فريق شابة أمل وزان، والحكم كاعلن عن ضربة خطأ، الحكم كاعلن ضربة خطأ لفريق شابة أمل وزان. كما قلت القرار الأول والأخير كيرجع للحكم المقابلة، ما هو عاود كيكون قريب من الكرة، عاود كيكونوا حكام المساعدين عاود كيشوفوهما قريب. إذا واخا هكا كنصير منصوري التحكيم راه في المستوى فرق الميدالتين. البداية باش بدا الجولة الثانية كانت ممتازة، ولكن بدا بدا العياء كيظهر على اللاعبات ديال الفريق الاتحاد الرياضي ميدلز، وبالتالي مناقصو كتمشي الكرة مناقصتو عند فاطمة الزهراء ديرها لوبان فاطمة الزهراء المحاولة غادي تكون، ولكن بعيدة عليها الكرة، والحارسة دائما متيقظة. الغريب يعني الحارسة ديال فريق شابة أمل وزان لاعبة في دور المدافعين، كتلعب حارسة وكتلعب مدافعة، الكرة كترجع للمدافعات، ودائما هدفين مقابل لا شيء لفريق شابة أمل وزان. كترجع الكرة لفريق الاتحاد الرياضي، لكن تمريرة خاطئة من طرف اللاعب رقم 15، ولكن تمس الحكم المساعد كيعلن لفريق الاتحاد الرياضي لأنه واقيلا لمسات الرجل ديال اللاعبة ديال الفريق شابة أمل وزان عند فاطمة الزهراء زلال. المدافعة كتدخل شعروا بالخطره ديالها، بداو كيعطيوها جوج لاعبات اللي راقبوها، كتنفذ مناقصه ما كاين اللي يعطيها الكره داخل منطقه الجزاء،
وبالتالي كتخرج باش تقلب على الكره ديالها. اذا ربما هذه المحاوله تكون وسط الميدان كيلقى لاعب ولا لاعبين ديال شبه امين ولسان، وهذا اللي كيعطيهم واحد الاسبقيه في بناء العمليات والهجمات المضاده. وانت كتشوف التمريرات قصيره بيناتهم لانهم كسبوا ديك الثقه بيناتهم وضربه السماس. وفي هذه اللحظات فريق شبات امل وزان كيقوم صغير دخول لعيبه رقم 16 عبير سون وخروج لعيبه رقم 8 ناديه الاحمر رقم 8 بالفعل ناديه الاحمر. إذن أول تغيير لفريق شبات أمل وزان في هذه اللحظات يقدم عليه المدرب اللي قام بمقابلة جيدة في من خلال الخطة أو التغييرات. ونحن نعيش الدقيقة 32 من الجولة الثانية، ودائما تفوق لفريق شبات امل وزان ضربه زاويه رقم 5 لفريق شبات امل وزان. اذا التعادل في الزوايا، نتمنى يكون التعادل في الاهداف. لا سي منصوري ما نفقدوش الامل، الى سجلوا الهدف الاول غادي يتحمسوا باش يسجلوا الهدف الثاني. اذا المدافعه كتدخل ومناقشه كترجع باش تساند الدفاع، وئام لعيبه كتمشي لقيبه رقم 20 مناقصو كترجع رشيده حسناوي. تاخير في تمرير الكره، ولكن في نفس الوقت الحكم كيشوف ان خطا لفريق الاتحاد الرياضي لميدلس. خطأ ضربة خطأ لفريق الاتحاد الرياضي لميدلس، وغادي نفذ ضربة خطأ سناء أبرم لاعبة 500 القادمة من مدينة برزازات في الانتقالات الشتوية. رشيدة حسناوي ما كتحكمش في هاد الكرة وكتضيع، كتمشي حمام مضادة غير الحارسة كتخرج. إذا شدات الكرة، الله يربح الله يربحو ياك السي منصوري. وضربة خطا لفائدة لاعبة رقم 15 اللي دخلت الجولة الثانية. كنشوفوا ان حتى داك الحماس وذوك المحاولات وذاك الضغط نقص شي شوية، ما بقاش يعني بحال قلتي ملي تمرك عليهم الهدف الثاني بحال قلتي ما الفريق فقد شوية الأمل في التعادل، وبالعكس خصهم يبقاو حتى الدقيقة 90 حتى يسالي حتى يعلن الحكم على نهاية المقابلة. لا رشيدة الحسناوي، رشيدة الحسناوي بعدا ما كتضيعش بزاف الكواري، كتطلق الكواري ديالها رشيدة الحسناوي. ربما فاطمة الزهراء غادي تسجل. يا فاطمة الزهراء تضيع هذه المحاولة، دازت قدام فاطمة الزهراء للأسف الشديد. لاعبة رقم 15 ما تفاهمتش مع فاطمة الزهراء، تلقات لها الكرة ولكن ما كاينش واحد تنسيق بيناتهم، وبالتالي كتضيع هذه المحاولة وكتمشي لضربة التماس لفريق شبات أمل وزان. ونحن نعيش دقيقة 38 السي منصور. 38 33 منذ انطلاق الجولة الثانية. إذا 12 دقيقة على نهاية الشوط الثاني، وبالتالي نهاية المقابلة. عمدة الفريق اللي كتلعب بواحد الرئتين منذ انطلاق المقابلة، وهي تسلل لسيدة الحكم الثاني يتعلق الامر بالتسلل.
وذاك هدى زقلاوي مساعدة الحكم الأول، أما الثاني فهو بن فودي محمد تعلن عن ضربة تماس. ما يميز لعيبة ديال شابات أمل وزان أنهم كيحطوا كرة كيلعبوا كرة بيناتهم ما كيتسرعوش. سيدا حسناوي تلقي كرة بالتالي الحكم كيتدخل وكيعطيها خطأ يتري تدخل لعيبة رقم 13 مسجلة الهدف الثاني حنان الحرار، هي مسجلة الهدف الثاني سي منصور حنان الحرار. إذا سنة أبرم لعيبة رقم 8 غادي تنفذ هذا الخطأ، ربما غادي يكون داخل منطقة الجزاء وبالتالي تكون إضافة ويكون الجديد. ربما الهدف الأول سنة أبرم هو زاوية زاوية المهم زاوية سيدي الحسناوي غادي تنفذها، وإلا نفذتها لرأس مناقص غادي يكون الهدف الأول، وإلا سجلوا الهدف الأول ربما غادي يديروا ريسهم باش يسجلوا الهدف الثاني، وبالتالي التعادل منطقي للطرفين. إذا رشيد حسناوي غادي تنفذ فين كمناقصو رشيد حسناوي مناقصو والحارسة الحارسة في المكان المناسب صراحة هي الحارسة ديال شبات أمل وزان لاعبة رقم 7 كتسال الملعب ولكن مناقصو تدخلات حيدتها الكرة. كنظن أن هذا ماشي خطأ السي المنصور، حتى الحكم راه بشر ما يقد حتى هو يغلط، ولكن جوج لاعبات مهبدات ضاربين على الكرة وطيحوا. إذا كترجع الكرة للفريق الاتحاد الرياضي اللي ميدلت لاعبة رقم 20 ما كتحكمش فيها، كترجع المناقصو، المناقصو خصها غير اللي يعطيها الكرة غير وصلوها المناقصو وتهناو من على ارباح. اذا كتمشي الكرة المدافعات ديال الفريق شابات امل وزان في هذه اللحظات تمريرات قصيرة بين لاعبات من اجل ربح الوقت، وبالتالي اللاعب على وخطأ حكم كيعلن على ضربة خطأ لفريق الاتحاد الرياضي اللي من وغادي تنفذها رشيدة الحسناوي دائما غادي تفاهم بين رشيد حسناوي وسنا أبرم. رشيد حسناوي بغات تلوحها وسط تدخل الدفاع ديال شابات أمل وزان اللي يمتكتلين في الدفاع من أجل الحفاظ على النتيجة المرسومة وهي هدفين مقابل لا شيء. وترجع الكرة واش غادي تحافظ عليها؟ بالفعل حافظت عليها ولكن الحكم كيعلن على خطأ، حكم كان على خطأ، حكم في المستوى جهة الشرق وجدة، حكم الوسط المزرعة محمد الذي يقود هذه المقابلة بصفارة صفارته النزيهة اللي عودنا عليها. إذا لاعبة 16 بدون عنوان كتمشي للكرة لحارسة الفريق رشيدة حسناء ما عندهاش بيدكاز رشيدة حسناوي عميدة الفريق ما عندهاش، وكنلاحظوا بعض العياء دابا حتى ملي ما سجلوش عند بداية الشوط الثاني وتسجلوا عليهم الهدف الثاني عطاهم واحد الفكرة سلبية بغض النظر أن فريق شابات أمل وزان مازال لاعبين نفس الكرة ومازال لاعبين بيناتهم. تدخل مدافعة وصال وسط الميدان ايوا خص اللاعبة 16 ما كايناش نزهة، اللاعبة نزهة خصها تمرر للرواق الأيمن وقضية. إلا غير بقى يضيعوا هذه المحاولات راه ما غادي تبقى الكرة في نص الملعب ديالهم، وبالتالي غادي يكون لافونتاج للفريق الخصم. إذا ضربة تماس لفريق شابات أمل وزان، وفي هذه اللحظات مراقب
في هذه اللحظات تغيير ثاني لفريق شابة أمل وزان، دخول لاعب رقم 19 قمر شيضمي، وخروج مسجلات الهدف الثاني، ويتعلق الامر بحنان الحرار. اذا نعود الى اجواء المقابله، ضرب التماس لفريق الاتحاد الرياضي لميدلتا، و كونترول لعيبه رقم 3 تضيع من الكره، وبالتالي هذه الكره تذهب الى فريق الاتحاد، الى فريق شبة امل وزان. لعيبة فريق الاتحاد الرياضي تحصل على ضربة تماس. ضربة تماس تنفذ اللاعب رقم 3 صنع أبرام، كتبع الكرة هكاك لعبوا كرة، لعبوا ما طلعش اللهم لعبوا كرة. المهم فاطمة الزهراء في الوقت الايمان، ولكن المدافعة كانت قريبة لها جدا، وبالتالي كتخرج الكرة، كتمشي التماس لفريق الاتحاد الرياضي لميدلت. ونحن نعيش دقائق الأخيرة، أي دقيقة 42 على نهاية الشوط الثاني، وبالتالي نهاية المقابلة لصالح فريق شبة أمل وزان، اللي تمكن من الفوز بهذه المقابلة. خطة ديال المدرب ديالو نجحات، عمر بعليا، بالتالي غادي تسلق جدول الترتيب من المرتبة 6 إلى المرتبة 5، 3 نقاط خارج الميدان، ثمينة جدا. كنتمناو أنه يكون على الأقل الانتصار أو التعادل، لكن كرة القدم ما فيهاش تمني، فيها الكرة، الكرة كتعطي اللي كيعطيها. فريق الاتحاد الرياضي لميدلت ما توفقش باش يحد من خطورات لعيبات فريق شبة أمل وزان. إذا الكرة كترجع للحارسة، الحارسة حارسة الفريق حارسة أسماء دهيوي، وقيلة حارسة أسماء دهيوي رقم 1 أسماء دهيوي. إذا خطأ اللاعبة وسيدة الحسناوي عميدة الفريق تصابت في هذه اللحظات، نتمنوا الإصابة ما تكونش خطيرة. إذا الحكم كيأمر الطاقم الطبي بالتدخل لإعطاء الإسعافات الأولية. إذا إليك الخط سي منصور. شكرا على لك الاسم ديال حارسة مرمى مدينة ميدو، ولكنني في الورقة اللي كانت تعطات لي من طرف المسؤولين ما فيهاش لا ظاهرة كيف اللعبة. رقم واحد هي أسماء بهاو. رقم واحد. حتى اللي متعود هذا الشيء هذا. رقم واحد. مع الأصدقاء. رقم واحد مازال كنشوف فيه فين ماركيتو، ولكن أسماء بهاو هي اللي عنده. إذا رقم واحد أسماء بهاو. إذا المقابلة متوقفة. إعطاء الإسعافات الأولية للطاقم الطبي. نتمنوا الإصابة ما تكونش خطيرة باش ما تأثرش على رشيدة حسناوي عميدة الفريق رقم 6 لإكمال هذه المقابلة، بالخصوص أننا نعيش الدقائق الأخيرة. قلت لك منذ حين بأن ما بقاش عندها الكاز. إيوا الله يكون في العون، عطات الجهد، مجهود جبار بذلته رشيدة حسناوي، وترجع الكرة إلى مدافعات فريق شبة أمل وزان، وترجع من طرف اللاعبة.
اخطاء المراوغات هما اللي كياثروا على الفريق الميداني. اللاعب القصير الفريق لدرجه ان مناقصته كتطلع باش تقلب على الكره، ما بقاش ديك المهاجمه اللي كتسنى الكره خصها تقلب عليها، وملي كنشدوا الكره كتضيع بحال هكا، اذا كتمشي للكره. اذا عندها حارسه الفريق، حارسه الفريق دقيقه واحده، دقيقة واحدة بدون احتساب الوقت الضائع. ودائما تقدم فريق شبة أمل وزان بهدفين مقابل لا شيء. هدف مقابل لا شيء. نتمنى أن الإصابة تكون خطيرة. ترجع الكرة عند اللاعب رقم 16، ولكن ضيعت الكرة ورجعت قلبت عليها. هنا كتلاعب كيبان الفرق، يعني اللاعب واخا ضيعت الكرة ما استلماتش، كان هجوم مضاد خطيرة، ولكن الحارسة كتضيع الهدف الثالث. الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة. تصدي ما كاينش المستوى، ما كاينش الحارسة، وبالتالي الهدف الثالث في هذه اللحظات. والمسجل هي اللاعبة رقم إذا في هذه اللحظات حكم المقابلة من جهة الشرق وجدة حكم المزرعة محمد يعلن على نهاية اللقاء بفوز فريق شبة أمل وزان بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي ثلاث نقاط خارج الميدان في سلم الترتيب. تحية إلى السلطات المحلية، تحية للمنابر الإعلامية اللي اغتصت لقاء ميد التبريس وشوف تي في، وتحية كذلك إلى ضيوف الشرف محمد المنصوري، تحية إلى بوكيلي يونس الزرقوني، وتحية إلى الوقاية المدنية لأجدك، السلطات المحلية، القوات المساعدة، المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بميدلت، قدماء اللاعبين بميدلت، وإلى فرصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.